الأهلي عاوزه يمشي وتاو طلب 60 مليون جنيه للرحيل، ومسؤولي القلعة الحمراء مصدومين في اللاعب. مفاجأة غير متوقعة في كواليس جلسة الأهلي مع بيرسي تاو، تعالوا نشوف إيه الحكاية. جدل كبير في الساعات اللي فاتت تسبب فيه نجم القلعة الحمراء بيرسي تاو، خصوصا بعد مفاوضات الأهلي معاه لرحيله عن الفريق استعدادا للصفقات الجديدة، لكن المفاجأة كانت في شرط تاو وطلب صادم للقلعة الحمراء. الإعلامي مدحت شلبي كشف مفاجأة غير متوقعة وألف تصريحاته. كولر المدير الفني للأهلي رحب برحيل بيرسي تاو عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري، ومسؤول النادي دخلوا في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق من أجل الرحيل في نهاية الموسم الكروي. وقال شلبي كمان في تصريحاته المفاجأة أن بيرسي تاو يرفض الرحيل عن صفوف الأهلي ويرغب في استكمال عقده مع الفريق الأحمر. بيرسي تاو أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الحصول على باقي عقده كاملا الذي يصل إلى 60 مليون جنيه كي يرحل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي. شلبي كشف كمان مفاجأة وقال كولر طلب رحيل بيرسي تاو أو رضا سليم للتعاقد مع بديل أجنبي السوبر في الموسم الجديد، واستقروا في النهاية على رحيل تاو بسبب عدم جدية العروض التي قدمت لرضا سليم من المغرب. والأهلي تلقى عروض لرحيل بيرسي تاو من قطر والسعودية والإمارات، ولكن بيرسي تاو يرفض تماما الرحيل عن طريق الأهلي ويتمسك بالحصول على القيمة. ولكن بيرسي تاو يرفض تماما الرحيل عن طريق الأهلي ويتمسك بالحصول على قيمة عقده مع النادي والذي يمتد لموسم آخر. وفي حالة غضب من تاو بسبب استبعاده من جانب كولر ودخوله في أزمة مع خالد بيبو وتمسك بالاستمرار أو الحصول على راتبه كاملا. كمان كان في تطورات مثيرة في صفقات الأهلي في الموسم اللي جاي، وكشف عنها الإعلامي سيف زاهر وقال النادي الأهلي شبه بينهي التعاقد مع لاعب كبير ليس مهاجم، ولكن في الخط اللي تحت المهاجمين صفقة كبيرة وبرقم كبير هتزلزل الوسط الكروي. الأهلي شغال في صفقتين كبار منهم صفقة تقترب من الانتهاء وهتودي الحتة دي في منطقة تانية، وهناك اتفاق على التعاقد مع اتنين مهاجمين بجانب وسام أبو علي وكهربا. الأهلي شغال في صفقتين كبار منهم صفقة تقترب من الانتهاء وهتودي الحتة دي في منطقة تانية، وهناك اتفاق على التعاقد مع اتنين مهاجمين بجانب وسام أبو علي وكهربا يقترب من الإعارة. وكولر بيراجع نفسه في اتنين لعيبة كان أخذ قرار نهائي ومش هقول نظرا لعدم الإحراج. في ناس كلموا الأندية في مصر قالوا لهم لو عايزين الأندية ادخلوا تفاوض، ولكن الخطيب من أول دقيقة قال استنوا لما يخلص الموسم. كولر دلوقتي 50-50 ومن الممكن إن في لعيبة تكمل لحد آخر الموسم. الأهلي في الفترة اللي فاتت بدأ فعلا في التحرك لرحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. الأهلي في الفترة اللي فاتت بدأ فعلا في التحرك لرحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وبحسب الإعلامي كريم رمزي كشف مفاجأة وقال النادي الأهلي بدأ تسويق بيرسي تاو خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الحصول على مقابل مالي من الصفقة وعدم الموافقة على رحيله عن النادي بصورة مجانية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفي رغبة من جانب بعض الأندية في الحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.